كافور اليتيم الأسود كان من أعاجيب الدنيا، وسيرته من أغرب السير. كذلك قال المؤرخون عن كافور الأخشيدي الذي حكم مصر والشام 22 سنة أواسط القرن الثالث الهجري، والذي ما زال اسمه يدوي في التاريخ الإسلامي إلى اليوم، ومن ورائه جلاجل المتنبي وطبوله تثير السخرية ضده والصور الكاريكاتورية لمنظره المضحك. هذا الرجل كان في نفسه أمام مشكلة مثلثة العقد. كان عبدا وكان أسود كالليل، وكان إلى هذا وذاك قبيح الشكل، فهو مثقوب الشفة السفلى، بصاص، خصي، بطين، ثقيل البدن، قبيح القدمين حتى لا تحسبه ذا نعل وإن كان حافية. إلى هذه المشكلة المثلثة أضيفت مشكلة رابعة، هي أنه يتيم، وخامسة هي أنه فقير الفقر المدقع. يبدو أنه اختطف أو بيع في بلاده بالنوبة أو الحبشة وهو في التاسعة أو دونها، وقدم به النخاسون مصر مع قافلة العبيد وهو في العاشرة، فبيع لتاجر من تجار الزيت. ويظهر أن سيده الزيات كان يسيء معاملته وطعامه حتى لحقه الجرب، فلم يعد يستطيع الظهور بين الناس، فطرده سيده، فكان يمشي في السوق يشحذ طعامه. وحدث أن مر بطباخ في السوق فطلب منه بعض الطعام، فضربه الطباخ بالمغرفة على يده وهي حارة، فوقع مغشيا عليه من الجوع، فعطف عليه رجل طيب القلب وداواه حتى شفي، ثم سار به إلى سيده الذي عرض على الرجل بعض الأجر جزاء إيوائه وعلاجه، فرفض قائلا إن أجري إلا على الله. وكان كافور حين نبه ذكره ما ينفك يذكر الحادث كلما عزت نفسه، وربما سار إلى السوق شكرا لله قائلا في نفسه اذكر ضرب المغرفة. وبيع كافور بعد ذلك إلى رجل من الكتاب، وبدأت الأحلام تلعب في رأس الفتى الأسود رغم اليتم والعبودية والقبح والفقر. يذكرون أنه في تلك الفترة الأولى مر بالسوق في مصر ومعه عبد أسود آخر، فقال العبد أتمنى أن أباع لطباخ حتى أكون طول عمري شبعان. فقال كافور وأنا أتمنى أن أملك هذا البلد. ويضيفون أن كافورا مر بالسوق بعد أن تأمر، فرأى زميله في ثياب الطباخين وهو يحرك القدر، فضحك له وقال أترى لقد أدرك كل منا ما تمناه. كما يذكرون أن كافورا مر ذات يوم على منجم يرى طالعة، فقال له سوف تصبح رجلا جليل القدر وتبلغ المبلغ العظيم. فدفع إليه كافور درهمين، فرمى بهما المنجم وقال أبشرك مثل هذه البشارة وتعطيني درهمين سأزيدك، إنك ستملك هذا البلد فاذكرني. وقيل إن كافورا بعد أن بلغ رتبة الإمارة رأى المنجم في منامه، فلما استيقظ سأل عنه فقيل إنه مات، فأحسن إلى بناته واشترى لهما دارا وجهزه. كان قد انتهى المطاف بعبوديته أن صار بين عبيد محمد بن طغج الأخشيد، وكان ما يزال قائدا لدى أمير مصر أبي منصور تدين، اشتراه 18 دينارا. وبدأ كافور مع مشكلاته التي تثبط أقوى الهمم يلاحق الحلم الذي في نفسه، كان شيء كالصوت القاسي يلسعه ليتجاوز بالعمل وبالعمل وحده كل مشكلاته. كان طموحه وراء النجم وهو في القاع في أسفل القاع، ومع ذلك تحرك العبد اليتيم القبيح يريد أن يطول النجم، وقد طاله فعلا. بدأ المشوار الطويل بإتقان عمله وبالإخلاص فيه وبالاستفادة من تربية البلاط، تعود أن يخدم سيده محمد بن طغج بنفسه وألا تبرح عينه عينه خيفة أن يسارع غيره لخدمته. ونال العتق أولا، ثم تدرج في أعمال الجيش مع سيده، في حين كان محمد بن طغج يتنقل في الولايات ما بين الإسكندرية إلى الدلتا إلى عمان في الشام وجبل سرات وإلى دمشق. ووثق السيد بتابعه العتيق بعد أن رافقه سنين بعد سنين وتدرب على شؤون الجيش والإدارة على يديه، حتى عهد إليه بتربية ابنيه أنجور وأخيه، وحتى أصبح من كبار القواد وذوي الشأن في الدولة، وحتى عهد إليه بقيادة الجيش في قتاله مع سيف الدولة. وتبع كافور سيده الأخشيد إلى النهاية،
وكان إلى جانبه حين توفي بدمشق، وقضى على الفتنة التي قامت في المدينة يوم ذاك، وحافظ على قسط كبير من الأموال التي كانت يومئذ في البلاط، فقد كان يحتاط للفتنة بوضع المال في أكياس من الأمتعة مع الأمتعة. وحين حزب الأمر أمر بهذه الأكياس فألقيت في بركة من الماء حتى انقشعت الفتنة. الإخلاص الذي رفع كافور إلى قيادة الجيش هو الذي أعانه على أن يبقى في القمة بعد موت سيده. ابن الأخشيد أونجور لم يكن رجل الدولة، في حين كان كافور يهيئ كل الظروف للبقاء على رأس الدولة، حتى لقد انقسم الجيش نفسه في طائفتين، الكافورية والأخشيدية. واحتوى كافور الأموال وحدد لأونجور مخصصاته وانفرد بتدمير أمور، وترك لأونجور الاسم والخطبة يوم الجمعة. ولقد نوى أونجور الهرب فلم يجرؤ على ذلك، وشاع أمر الوحشة بين الطرفين فكانت حديث الناس، ولكن كافور استطاع احتواء الأمر ببراعة الخبير السياسي الداهية، ودون أن يتنازل عن سلطاته غطى عليها وقال المتنبي: حسم الصلح ما اشتهته الأعادي، وأذاعته ألسن الحسادي، وأشارت بما أبيت رجال كنت أهدى منهم إلى الإرشاد، فبهذا ومثله ست يا كافور، واقتدت كل صعب القيادي. وظل كافور الحاكم المطلق أيام أونجور وأيام أخيه علي من بعده في مصر والشام، وصار اسمه أبا المسك بعد أن كان أبا النتن، وصار اسمه الأستاذ بعد أن كان عبد الخصي، وبعد أن كان مستعبدا صار في بلاطه 4000 غلام، وفي خزائنه 1,000,000 دينار، وفي بلاطه كبار العلماء، وفي موكبه يسير القواد والكبار على الأرجل حتى توفي. يتمه ووضاعة أصله وسوء شكله كلها انعكست كياسة وفطنة وحسن سياسة ومعرفة بالناس وبأساليب التعامل معهم. أليس من الحق أن يعتبر من أعاجيب الدنيا هذا اليتيم؟